بالنسبه للنماذج للاسف اللي تتعرف بعض التعطر، قطاع السكن الاقتصادي، وهنا السيد رئيس الحكومه تنعرفوا بين الحكومات المتعاقبه من الحكومه ديال السيد رجتو وضعت عده الاف من الاراضي رهن اشاره شركه العمران من اجل معالجه اشكاليات السكن الاقتصادي. وجزء من هذا العقار لا جال مجمدا، وموازاه مع ذلك على الصعيد المحلي الجهات الجماعات الترابيه وضعت العقار التابع لها رهن اشاره هذه المؤسسه في اطار البرنامج الحكومي ولمعالجه السكن الاجتماعي. ولكن للاسف الشديد هناك إخلال خطير لهذه المؤسسة بالتزاماتها، لا هي نجزات المشاريع في الأجال المحددة، لا هي تقييدات بنود الاتفاقيات المبرمة مع الجامعات، ولا هي صرفات لهذه الجامعات مستحقتها من هذه المشاريع، وبالتالي ضيعت عليها الفرصة ديال الاستثمار الأمثل لهاد الأراضي وتضع رهنا إشارات الاستثمارات المنتجة، وضيعت عليها كذلك إمكانيات تقوية إمكانياتها المالية لمواكبة برامجها التنموية. نتمنى السيد الوزير السيد رئيس الحكومة هذا الموضوع تعطيه عناية خصوصا ما يتعلق بالعمران مراكش. بالنسبة للأراضي الجموع الواضح السيد رئيس الحكومه